أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: غالبا مركز الهيئة في الحي لا يعلم عن المقصرين في الصلاة وكذلك بعض أئمة المساجد، فنأمل من فضيلتكم التوجيه حول تعاون الهيئات مع الإمام بزيارة المقصرين في منازلهم ونصحهم وحثهم على الصلاة، وخاصة أن الزيارة لها وقع طيب في نفس جيران المسجد. ما هو بلازم تروحون جماعة الذي تريدون نصيحته، يروح له واحد أحسن، لأنكم لا جيتوا جماعة ربما أنه يغضب، ولا يروح له واحد ويسر له فيما بينه وبينه. نعم.